أدت الحضارة الإسلامية اهتماماً خاصاً بالمجال الصحي، وكان علاجها للمرضى يؤخذ بحساسية كبيرة. دور الشفاء أي البيمارخانات التي شيدت في العهد السلجوقي والعثماني كانت تختلف عن بقية الأبنية الاجتماعية، ولعل أروع النماذج لها هو بيمارخانة أماصيا. اشتغل الطبيب شرف الدين صابونجوغولو الذي أمضى 14 سنة في هذه البيمارخانة، وأصله من محافظة أماصيا. كان الأطباء لا يولون اهتماماً بالجراحة، بل يفضلون معالجة المرضى عن طريق الأدوية، حتى في الحالات التي تحتاج إلى عملية جراحية. إلا أن شرف الدين صابونجوغولو صب اهتمامه في مجال الجراحة، وألف كتاباً بعنوان كتاب الجراحيات الإلحانية المزين بالمنمنمات الطبية، وأهداه للسلطان الحاكم في عهده محمد الفاتح. هذا الكتاب هو الأثر الوحيد في مجال الجراحة الذي تم تأليفه في العهد العثماني. شرف الدين صابونجوغولو 1386 ولد شرف الدين صابونجوغولو عام 1386 في محافظة أماصيا. هو طبيب نفساني وجراح، وقد خط أشواطا مهمة في الطب النفسي والجراحة، وقد درس في البيمارخانة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ودرس الطب من الأستاذ برهان الدين أحمد، وأصبح طبيبا في عمر 17. كان شرف الدين صابونجوغولو يتقن اللغة العربية والفارسية والرومانية كلغة أم، فاللغة العربية والفارسية كانتا لغة العلم في عهده، وقد درس من كتب العلماء العرب الذين ظهروا في عهده. يتم عرض ما يقارب من 200 آلة طبية تم اختراعها من طرف شرف الدين صابونجوغولو الذي شغل منصب رئيس الأطباء في البيمارخانة. وأيضاً تعرض في البيمارخانة الآلات الموسيقية التي تنفع الصحة النفسية. هذا المبنى قد حول إلى معرض. الآلات التي تم استعمالها في عهد شرف الدين صابونجوغولو على العموم هي الآلات القاطعة وآلات العظام وآلات الأسنان والآلات الحارقة التي يتم استعمالها في الكي، وأيضا ما يستعمل في طب النساء والعلق والفوانيس الزجاجية الماصة للدم، ومجملها 165 آلة جراحية. فضلاً عن الموسيقى، كان يستعمل في المعالجة صوت المياه والعطور الطيبة. صوت المياه الفوارة من النافورة كان أساس العلاج عن طريق طمأنة المريض. كان العلاج في دار الشفاء مجاني، وكانت الأدوية توزع للمرضى في المحافظة بشكل مجاني، وذلك يومين في الأسبوع. غرف المرضى المجتمعة في المركز تسهل خدمة العاملين، حيث يستطيعون رؤية كل الغرف بشكل سهل، ويساعدون المرضى في حالات الطوارئ.